Hi everybody, I hope that you are fine. In this video, I'm going to tell you some drugs in order to enjoy yourself and to satisfy yourself, to relax, and to learn English language, of course. So let's start. We have learn English with drugs. We have a conversation or a dialogue between men and women. Men, I want to share everything with you. Woman, let's start from your bank account. Learn English with jokes. تعلم الإنجليزية مع النكت. Jokes هما النكت. Men, رجل. Woman, امرأة. Men, I want, أنا أريد, to share, أن أشارك, everything with you. كل شيء معك. بغيت نشاركك في كل شيء زي ما بغيت نشاركك في كل شيء. I want to share everything with you. Woman, let's. هاد let's كتعني لي بالعربية. حالا نقوله let's go لنذهب. Let's start لنبدأ. إذن let's start from your bank account. لنبدأ بحسابك البنكي. إذن هاد المرة مطور عليه قتلو لنبدأ بحسابك البنكي. بغيتي شارك معايا كل شيء سيدي مزيان. أرى نبدأ بالحساب ديالك البنكي نشتركوا معاه. أرى ديك الفلوس اللي هنا. أوكي هادي الأولى. الثانية عنا customer and waitress. Customer هو الزبون. كنقولو customer or client. Client لو كليون. مزيان. Customer and waitress. Waitress is a woman or a girl who works in a restaurant. يعني المرأة ولا الفتاة اللي خدامة في المطعم كتسمى النادلة. Waiter هو النادل. الذكر كنقولو waiter. Waitress نادلة. Customer, excuse me, but I saw your thumb in my soup when you were carrying it. لا اسمح لي ولكن انا شفت your thumb. Thumb هو الابهام الاصبع الكبير. Your thumb in my soup. الحريرة ديالي. When you were carrying it. عندما كنت تحملينها. Waitress, oh that's okay. يعني لا بأس. The soup isn't hot. الحريرة ماشي سخونة. Isn't hot. ليست ساخنة. هذا شنو قصد مسكين؟ هذا قال لا اسمح لي انا شفت الاصبع ديالك ولا الابهام ديالك الكبير. In my soup. في الحريرة ديالي. When you were carrying it. يعني ملي كنت هزيتي الطاسة ديال الحريرة شفتها. يعني حشومة. هو عند حشومة. هي كي صحاب لك يحتل عليها ولا بحال اللي كيقدر ليها زعما الظروف ولا ما عرف. Waitress. قال اوه oh, that's okay. ماشي مشكل. الحريرة ماشي سخونة. هي فهمتها غلط. Okay. Number three, the last one, we have a dialogue between teacher and student. حوار بين أستاذ وستودنت تلميذ. What can you tell me about the great musician in the 18th century? What can you tell me? ماذا يمكن أن تخبرني about the great musician عن الموسيقيين العظماء in the 18th century في القرن الثامن عشر. Student, they are all dead, sir. الأستاذ كيسقسي التلميذ قال له What can you tell me? ماذا يمكن أن تخبرني about the great musician حول العظماء الموسيقيين العظماء in the 18th century في القرن الثامن عشر. Student تلميذ قال له They are all dead, sir. لقد ماتوا جميعا يا سيدي. Thank you very much for your watching. I hope that you understand. I hope that you enjoy yourself. I hope that you benefit something. يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. اي سؤال عندكم شي سؤال عجبتكم الطريقه نوصلوا بها الطريقه مزيانه كنتمنى توفيق الجميع. هالطريقه مزيانه منها انسان كيضحك كيفوج كيتعلم اللغه. يعني كتعلم اللغه بواحد البساطه يعني ماشي بواحد الصعوبه. يعني ما كيجيكش الملل. كتعلم واحد حاجه وانت كتضحك كذا. يعني هيدا كتعلم بحال اللي كنقولوا كتقرا باللعب. يعني كما كيعملوا العوال الصغارين. يعني كيتعلموا بطرق يعني مريحه يعني تسليه شي حاجه مزيانه. اي سؤال كتبوه تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.